أنا مسافرة الأسبوع الجاي وجاي عشان أخد بقية حاجتي اللي هنا. طبعا اتفضلي اتفضلي يا مريم. في حد هنا غيرك؟ لا، أصل أنا مش قاعد هنا أصلا، أنا باجي بس أريح شوية كده قبل العيادة أو بعدها. اتفضلي اتفضلي يا مريم اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي يا مريم. انا هنزل العياده وانت بعد اذنك بعد ما تخلصي بيقفلي الباب وراك. لو احتجتي اي حاجه قولي لي يعني. سوري. عايزاكي تجيبي لي شقة بسعر كويس. وشقتك مالها؟ ما صاحبها عايز يتجوز ابنه فيها. وبعدين أنا زهقت من موضوع الإيجار ده. طيب داليا شقة تمليك، مش المفروض جوزك اللي يجيبها؟ أيوة، ما أنا مش عايز أزود عليه مصاريف. للدرجة دي بتحبيه؟ قد ما هو بيحبني وقد ما هو بيحل لي مشاكل. طيب أنا هدفع لك المقدم وأنتي هتقسطي البيت. خلاص ماشي اتفقنا. بس بشرط تكتبيها باسمك. طبعا. بقول لك يا دنيا، عايزاكي تحاولي تتخلصي من شقه جوزك القديم. ليه يا مها؟ ما سعرها قليل، وبعدين دي فوق العياده عنده، يعني اكيد هيحتاج لها في يوم. ايوه حبيبتي، المشكله في مراته الاولانيه، مامتها ساكنه في نفس العماره. ايوه بس هي ما بقتش قاعده مع مامتها، هي بقت قاعده مع اختها في الشقه اللي جابها لها ياسر. بس يا داليا اكيد بتيجي تزورها. وانت ليه عايزه تخوفيني؟ انا مش بخوفك، انا بس عايزاكي تحرصي من الموضوع ده. اسمعي كلام اختك الكبيره. قلت استنى لما تخلصي، يمكن تكوني محتاجة حاجة. شكرا. انت سافري فين؟ دبي. يعني مؤتمر جديد؟ لا، قاعدة عمان. هتشتغلي هناك؟
بقاليش حاجة هنا. هتقعدي قد إيه؟ يعني سنتين وممكن أجدد. أنت حاسة إن هو ده اللي أنت محتاجاه دلوقتي؟ مش عارفة. فأنت مش عايزة تسافري؟ بعد إذنك. مريم. انت قلت لي انك خارج. خارج فعلا، بس ما قدرتش اسيبك، خفت ما اشوفكيش تاني لما قلت لي ان انت مسافره. يبقى انا اللي ما كانش لازم اجي من الاول. يمكن ربنا رايد ان احنا نتقابل. ما تجيبش سيره ربنا. ربنا اكيد مش راضي على اللي عملناه دلوقتي. احنا ما عملناش حاجه غلط، انت احنا لسه في فتره العده. بس احنا اتطلقنا رسمي. يبقى نتجوز رسمي. يعني ايه؟ يعني هترجع لي عشان نصلح غلطتنا؟ ما كنتش عايزك من الاول، ما كناش غلطنا اصلا. يعني انت بتعترف ان احنا غلطنا دلوقتي؟ وغلطنا اكتر لما اتطلقنا. مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان كل ده يحصل كده فجأة. انت زعلانة عشان هنرجع لبعض؟ انت متجوز غيري. يعني ايه؟ يعني انت هتبقى متجوزنا احنا الاثنين؟ وهتبقى متجوز مين على مين بقى؟ انا ولا هي؟ مريم، مريم استني، لازم نقعد ونفكر ونشوف هنعمل ايه. مش هنعمل حاجه، ولعلمك بقى انا مسافره ومش هتشوف وشي تاني. ده مش حل. أنا ما عنديش حل غيره، واللي حصل بينا ده تنساه وتنساني أنا كمان وما تكلمنيش تاني، ماشي؟ مريم! 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 مش هينفع ده دلوقتي، مش هينفع خالص. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. أنت كنت فين؟ كنت في العيادة. أنا كلمتك. كان لسه، سوري والله لسه شايف الرقم دلوقتي. وحشتني. وأنت كمان. على فكرة بقى، أنا رحت المها النهاردة عشان تشتري شقة جديدة. ليه؟ مش عارفة كده، الشقة دي مش بتاعتنا يعني كده، وصغيرة مش حلوة. لأ. بس إحنا يا دوب اتنين يعني. ايوه ماما، احنا هيجي لنا ضيف تالت في الطريق. انا حامل. انت عارف يا حبيبي؟ ده احلى يوم في حياتي. البيبي ده هيبقى حته مني، حته مني. هيكبر كده وسطنا كده ونشوفه وهو بيكبر. وكل ما هنتخانق هيهون علينا. دي هتبقى اكتر حاجه بتربطنا ببعض يا حبيبي. ربنا يخليك ليا.
اتأكدتي من الحكاية دي؟ اه طبعا متأكدة، ده انا عملت التحليل ده مرتين، مرة هنا في البيت ومرة في المعمل. متأكدة والله. انت عارف انا ما قلتش لأي حد، انت اول واحد تعرف، عاملها لك مفاجأة يا حبيبي. مبروك، الله يبارك فيك، مبروك علينا، انا هعمل احلى عشاء في الدنيا عشان بقى ايه احتفل بالمناسبة السعيدة. Thank you.